افتك القارئ والجزائري عبد الله عريبي المنحدر من ولاية سطيف المرتبة الأولى عالميا في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره في طبعتها 37 المنعقدة بمكة المكرمة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وتعد هذه المسابقة من أقوى المسابقات العالمية للقرآن الكريم كونها تستقطب أقوى المتسابقين في العالم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. حسبك. السؤال الثالث: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. لمتابعة البث الحي والمباشر لقناة الخبر KBC على هواتفكم الذكية، ما عليكم إلا الدخول إلى الموقع القناة على kbcalgerie.tv واضغط على زر البث المباشر. اختر بعدها أي تطبيق أو نظام تشغيل مناسب مع هاتفك الذكي، ثم ادخل لمشاهدة البث المباشر للقناة. KBC قناتكم في كل مكان.